أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امتلك بعض الناس بعض الكتب التي فيها شتم لله عز وجل والصحابة، وهي موجودة عندهم وقد اشتروها من معرض الكتاب، فما هو واجبنا تجاههم؟ مناصحتهم أن يحرقوها ويتركوها، أنصحوهم أن يحرقوها ويتركوها ولا يبقوها عندهم عند أولادهم وفي بيوتهم، أنصحوهم أن يتركوها ويتركوها. نعم.